والله الفيديو اللي انت حطيته مستر قوي هذا صج الارت ما ادري شلون يسوونه البوبت موشن مستر مو موجود صح؟ بوبت حاطين هذا ميت هذا قدر سواه يسوونه ايه حيل تطول بس تطلع لا بجيب التحريك مالها حيل ايه سيرس فاينج بس ما شاء الله يعني احلى واحد ايه احلى واحد اسمه كوبو اند سترينجز اسمه وكم كم تقريبا ثلاثة أو خمسة عجيب نفس الطريقة تشولي أنا تشولي ويلكم ويلكم ماي فريند I didn't notice the chat on the kick ويلكم ويلكم أسد والله نزل لي أسد عشر سود ما عندي بنزين نزل لي عشر سود مال تيك توك هذا زق والله قطع الدنيا شو يعني اسد وضفادع لي المطلع هذا اسد تدفع تدفع 10 اسد على 15000 ريال تخيل والله 10 اسود اي 10 اسود 15000 ريال شنو قاعد تقعد تقريبا 1500 دينار شفتها اي عند اي كل اسد ما يشم 1500 هذا ترى قالت الحقني قالت الحقني مره في بنت اعطوها 10 اسود عرفت فهو يبي ايش يعني فيقوم قطع البنزين ابي 10 اسود ما اقدر امشي الله شو منو عند يامي من الوحش غيث غيث هذا اللي ايه ما اعرف اساميه اللي تسوي تلبرت شو اسمه يا خايس هذا عيد كليت لي عيدان راس جاب غراب خاف والله ايش دراك والله خف انا شفتك لفيت قطعت بتاكد ما ابي فيديو جاي كم جاي الله عزيز دخلت بالنص على نص الخريطه كاي وراي وين بالنص يمي والله بالنص ما اقدر اوخر لا يسار اروح عند يامي ولا اروح عندك انا ادري يمين ترى انت تعال عينك برا كيفك مو كيفك دورتك طعت كان لحقتك لحقتك كاني هذا هذا دوايت تعال هني لقل دوايت خلص جهازي عزيز تكفى يلا يلا بس قاعد عازف نفسي ما اقدر اروح شايك بس كلمة ما خلتني نسوي جزء كفو 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 تعال في جهاز هني عندهم تعال ايه انا جهاز سويته والله سويت نصه دقيقة ما خلتني اياه وصلته؟ انا قاعد تسوي تليبورت بس قعدت لي قاعدة تعال يلا ثلاثة كفو شو هذا؟ قتل طماط طماط روح 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 قراش روح قراش روح قراش بعيدان بس نخش 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 وفي ما هو بعين روح سيد هناك شوف في جهاز سيد هناك شوف هذا يسارك كفو ولا جوا جايك جايك راشد دوس اي دوس تعملي جت جت عزيز جت ترى تليبورت هذه هذا معناه تليبورت ها معناه تليبورت والله راح تجيك على طول خليك خليك مكانك خليها هيلك خلي خليك لا 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 كيف تكمل ليش عند الهوك ايش فيك؟ القطة الغريبة ما لها شغل لان هي بعيدة احنا قاعد نضيع وقت هني عرفت؟ تليبورت تليبورت عندها تليبورت هي على يمين على يمين راشد على يمين هي الحين على يمين ترى احتمال تسيل الحين ما وقفت هي خلاص بس بسم الله ماو ايش فيك فجرت الجهاز؟ جهاز خلص كنت مشتغل عليه انا يا عم الخرعه فجرت موجود كا هناك صوب الثاني شغال اللي انت مسويه
يم 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 الحين يم هي مو بعيدة. مر عليها. لا خلاص مستحيل. شو مستحيل؟ قوية يا ولد سوي تليبورت فجأة تجيك. أنا كان جاهز راشد. أنا جاهز راشد. يلا زين أول هوب أربعة جيزة ناس. ما عليك مدينة. أحد ساعدني يا شباب. عزيز عزيز اللي يمك. نبات. وين؟ إن شاء الله يمديني ما أتوقع يمديني ماو. مال مشكلة ما يصير خطة شيء ترى على الفكرة. ان شاء الله يبي يساعدك خلاص استعرجت ايش تسوي انت الغاز ما يصير اوكي رحت لا رايح للسبرنت انا عالجته قلت لك انا بعالج نزل انت انا كنت قاعد اسمع عيامي ايش اسوي طولتوا الكوميونيكيشن مضروب عندكم شباب مو مضروب يعني حبيبي تقول لي روح له بعدين تقول لي مضروب ابني عيدان كنت قاعد اشتغل معاه ادري ادري مو هذا هو قال لي اروح له ولا قال لي اروح له ما ادري يا اخي خلاص اذا قلت لي روح له خلاص وي ما اقدر وي خلاص نقذته شنو هذا لا هو قال لي روح له عشان اروح له على طول سيده لا يكون فجرت الجهاز عبد يامي لا يكون فجرت الجهاز لا توتم توتم ما له شاب نقص قوتها وينك؟ دهيل نفسي قاعد دهيل نفسي. شلون طقت؟ راح تعلق ايش فيك؟ هي راشد تعلق ما يصير خلنا اثنين نتعلق. اخوي خلنا هي نفسي انا عند راشد انا عند راشد. يلا جايك جايك عزيز جايك. جاي حق الجهاز عيدان دير بالك. سوري سوري عزيز والله ما كنت ادري لك تدمج وطاقتك. اوف شلون طقه واحده شلون؟ ما ادري السالفه. منو الحين؟ هي صار شدينك يقرب العزيز منك نعمت خلاص ما يفرق ما يفرق ما عندي شد فيس ثاني فما يفرق راشد ترى طقيت طقه واحده على فكره من لعبه واحده فيس فيس بس انت الجهاز هي بتفجر الجهاز كانت واضح خلاص ساعد عزيز يتلكم الاثنين انظر يا منطق جايك 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 ارحي يا ابو عدنا شو سوي يا ود متى كلكم مع بعض في السالفه شلون اي عزوز ساعد عزوز والله ما اخليك عزوز والله جايك دايس دايس سبرنت شت شت قاعد تشوفني قاعد تسوي تليبورت عزيز شلون خرب بطيئه شخصيتي لا 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 ما تروح ما تروح ما تروح ولك ما تروح زوج عتيبي تعال خلني تعال سعد زين عادي عادي زاوية 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 هني نعم لعيونك هذا الهيل شوف بسرعة كف يا حبيبي همه شو هذا ساعة ثلاثة ولا اثنين لازم اهيل انا بعد انا ما عندي هيل تاع عند الجهاز عيدان القديم يلا الجهاز في جدامه ما في جهاز جدامه وين صار الجهاز كاي والله كاي جهاز ولا نكمل على كمل 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 تاع يا خجر جهاز الموت الكلبه جاب جهاز منو انت فجرت في دينكي جايتك الحين هيل بعض ايش ما هيلت بعض ما ادري وين عيدان داني كان عندك راشد كان وين كنت كا 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 ولكن خوف هذا الهواء حقه جد شنو هو استشوار يا ولد صوت استشوار يعني ما نزع الهواء انت ها استشوار يعني ما نزع احتمال يعني احتمال احتمال جت هذه جت عشت تدري عشت وحرام هي إيه ترى سيدة عندنا سبعيدة شوي يعني ما وخلت عن جهاز ذاك وخلت وغلت عن جهازك عزيز يعني الحين أسوي
يلا كمل 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 يا شباب كمل يلا يلا كمل عزيز كمل كفو كمل 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 كفو عزيز راشد وين وين عزيز كمل عزيز كمل من هو قريب مني شوف كفو شدينكي خليك من خش خليك من خش ايه انطر لما تروح انطر انطر لما تسوي تليبورت انطر خل تسوي تليبورت انطر انطر انا عند ماو عند ماو خليك من خش لا تركب تسمعك يا ولد تا 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 راح 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 روح لعيدان انت اي عنده 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 انا يوم يا ولد لا تركب يا ولد ولا يسوي البلوك شال الطماط يامي تعال هيل كان يام الطماط شدينك عند البوابة انا عند البوابة تكفى هيلني كاني كاني انا عندك انا عندك عندي هيل عزيز حطيت لك انت بتسوي ايه بيلك بيلك سيقع تنقل عرفت الجهاز خاف تجي الجهاز توهقني يا ولد عادي 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 عشان كنا نسيف مع مع بعض جت 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 زين وخر عن الجهاز خليك من خليك من خش ايامي وخر عن بي وخر وخر الجهاز بعيد احنا موجودين شدينكي تعال 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 ايام ايام تعال بسرعه خافوا بس كفو عزيز لا وراش نحط قنبلة بعد كفو يا حبيبي بسرعة كفو كفو برشدة انت مت اي والله راشد تدري بعد ما مت الله حرام انت سويت تليبورت عندنا راشد اول ما طيحتك ترى انفجرت قنبلتك معناته اذا طحت تختفي ما بطل ما سويت يمدي 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 بس نحاش يا شباب نحاش عزيز قاعد تسوي نحاش مسكت قاعد ورا احتياط اوه ولك عزيز قبل شوي باقي نتفه ويموت من الهوك والله العظيم انا بس ترى تعليقه واحده بس ما شاء الله مر علي كل فيزات باقي تفله واموت تفله حرام برشد بدع والله والله ابو ناجي يعني والله يمكن كل الاجهزة سويت استغفر الله كفو 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 والله كفو اقسم بالله اسطورة اقسم بالله ليجند ابو ناجي يا ولد ساعات ثلاثة من الهوك شنو هذا؟ اقسم بالله مو طبيعي انا ورب الكعبة يا شباب اقسم بالله شيء مو طبيعي ساعة ثلاثة من الهوك كفو كفو يا ولد رحت شنو انت بعدين رحت العزوز بعدين رحت العزوز خلا لا خلاني اخر واحد الكلب ماو ما خليش اسوي دينكي اقرب لي يا ولد تستاهل تستاهل عزيز تستاهل المساعدات مساعدات الماوي يا ولد تسمونها مساعدات الماوي مساعدات الماوي اقسم بالله ليجند يا ولد والله ما توقعت اني ليجند المساعدات ليه ولا شنو هذا سبورت سبورت يا نفسي سبورت لمين ولا فايتر ولا شنو بالضبط انا ماني فاهم اقسم بالله عدون سبورت ابو ناجي وينك يا ولد لا كنت عصبتنا انت شالك لوك والله طل بابا ابو ناجي هذا حياك انا احترم مقدمه تضحيتي كنا شيء عظيم وجبار لك لا تخاف اعوضك المره الجايه تضحيتك ولد اسم من تضحيت نيجي يب صدق غلط 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 على نيجي غلط مستر وين مستر هارديز صراحة نادي ما تفرق يا ولد والله يعني جاك على البيت اريع البيت اريع البيت مش اريع البيت اريع خل عنك بس جاك صمونه الماي خمس شنو عيد انت قاعد تتمرن وين من 2018 ما طلعت ولا ايش رايك